طيب احنا دلوقتي لو حبينا بقى نشوف الاس بلين هيروح فين في الزي بلين، اوكي؟ يعني لو احنا بصينا للديفينيشن بتاع الزي، الزي بتساوي اي تو ذا اس تي اس، اوكي؟ والاس زي ما احنا اتفقنا قبل كده كانت بتساوي سيجما بلس جي اوميجا، اوكي؟ فمعنى كده انها فيها جزء ريل وجي جزء كومبلكس، يعني ماجنتيود ممكن نعتبر ان في ماجنتيود وفي فيز، اوكي؟ فالماجنتيود بتاعي هو عباره عن القيمه دي، والفيز بتاعي هو عباره عن الحاجه اللي موجوده عندي فوق هنا دي، اوكي؟ فمعنى كده ان انا بتكلم على ان الزي ترانسفورميشن هياخد لي بيسكلي الهول بلين اللي موجود عندي هنا ده ويحوله لي هنا لماجنتيود وفيز. الماجنتيود هيعتمد اساسا على قيمه السيجما بتساوي كام، اوكي؟ والفيز يعتمد اساسا على قيمه الاوميجا بتساوي كام، اوكي؟ وهلاقي هنا ان انا عندي اي قيمه في الليفت هاف سايد بتاع الاس بلين هتروح لي هنا لليونت سيركل اللي موجود عندي هنا في الايه؟ في الجزء بتاع الايه؟ في الجزء بتاع الزي بلين، اوكي؟ عشان نثبت الكلام ده خلينا نفكر فيها كده مع بعض. لو انا عندي اي نقطه هنا مثلا في المكان اللي هو هنا ده على الاكسس بتاع الجي اوميجا، اوكي؟ النقطه دي الامبليتيود بتاعها لو قلنا الامبليتيود ده بيساوي ايه؟ اوكي؟ هتروح لي هناك الناحيه الثانيه امبليتيود بتاع اللي هو السيجما بتاعتها بتساوي ايه؟ اسف، اوكي؟ فلو السيجما بتساوي ايه؟ يبقى معنى كده هتروح لي هنا من القيمه اللي موجوده عندي هنا اي تو ذا سيجما تي اس، اوكي؟ فيبقى عندي القيمه اللي هنا دي هتبقى اي تو ذا سيجما تي اس، اوكي؟ طب الفيز بيساوي كام؟ لو انا عندي الفيز هنا بيساوي صفر يبقى معنى كده هتروح للنقطه دي، اوكي؟ فالنقطه ايه دي هتروح للنقطه دي. طب النقطه بي، النقطه بي بيسكلي السيجما فاليو بتاعتها هي ايه؟ يعني ايه معناها ان هي على نفس يعني نفس الماجنتيود بتاع اللي هو اي تو ذا سيجما تي اس، يعني هتقع على دايره، الدايره دي نص القطر بتاعها بيساوي ايه؟ والفيز بتاعها بقى بدل ما كان زيرو زي ايه؟ بقى جي باي تي اس، يعني الجزء اللي فوق ده بقى باي تي اس، اوكي؟ يعني الاوميجا بتاعتي عباره عن باي على تي اس. فمعنى كده ان انا مثلا لو بتكلم على باي على تي اس دي هلاقي ان هي النقطه دي، اوكي؟ لان انا بيسكلي باي على تي اس في تي اس، يبقى معنى كده باي، يبقى معنى كده الانجل 180 درجه، يبقى هتبقى النقطه دي. طب النقطه سي، النقطه سي هيبقى ماينس جي باي على تي اس، ماينس جي باي على تي اس معنى كده لما اضربها هنا في الجزء دوت ماينس جي باي على تي اس في تي اس، يبقى معنى كده تطلع في الاخر ماينس باي. ماينس باي معناها امشي انجل هنا كده ناقص 180 درجه، فيبقى النقطه بي هي نفسها نقطه سي. فمعنى كده ان احنا بيسكلي عندنا الجزء من اول جي باي على تي اس لغايه ماينس جي باي على تي اس في الجزء بتاع الاس بلين بيروح لي بيسكلي لليونت اللي هي السيركل اللي موجوده عندي هنا في الايه؟ في الزي بلين، اوكي؟ وبيسكلي اي حاجه بعد كده غالبا احنا بقى بنلف تاني، يعني لو انا مثلا فرضا انجل بتاعتي هنا توايس باي على تي اس هتلاقي توايس باي، يبقى معنى كده هرجع هنا تاني عند نقطه ايه؟ يعني بمعنى كده هيبقى في طبعا زي ما احنا فاكرين عندنا في السامبلينج كان بيعمل لنا ريبيتيشنز في الايه؟ في الفريكونسي دومين، فالفريكونسي دومين هنا ده الجزء اللي هو الاصلي وبعد كده الباقي هيبقى ريبيتيشنز منه، يعني في الناحيه دي وفي الناحيه دي، في الجزء اللي هو البوزيتيف والجزء النيجاتيف، اوكي؟ فعامه هنلاقي ان هنا في جزء او البلين نفسه بتاع الاس بلين بيروح تماما لايه؟ لسيركل يونت سيركل او لسيركل موجود عندي في الايه؟ في الاس بلين، في الزي بلين، اوكي؟ لو انا تخيلت عندي ان الاي دي بتساوي الاوريجن هي زيرو، لو النقطه دي زيرو يبقى معنى كده دي يونت سيركل، اوكي؟ ليه؟ لان هي عباره عن اي تو ذا زيرو تي اس اللي هي واحد، الكلام ده بيساوي واحد، فمعنى كده تبقى يونت سيركل. يبقى النص الشمال اللي هو الموجود عندي هنا ده كله بيمثل لي اليونت سيركل، الحاجه اللي انسايد اليونت سيركل دي. طب ليه؟ لو انا عندي نقطه هنا ليه تكون جوه ما تكونش بره؟ يعني ليه النقطه اللي هنا تبقى جوه هنا الازرق اللي هنا ده ما تكونش هنا؟ علشان انا عندي بيسكلي اي نقطه هنا لو فرضا افترضت النقطه دي زيرو يبقى معنى كده النقطه دي نيجاتيف، لما تكون النقطه دي نيجاتيف يبقى معنى كده القيمه اللي هنا هتبقى اي تو ذا نيجاتيف حاجه في تي اس، اي حاجه بالشكل ده يبقى هي اقل من الواحد، اوكي؟ هتبقى اقل من الواحد، اقل من الواحد معناها ان لازم تبقى within اليونت سيركل، الامبليتيود بتاعها او الماجنتيود بتاعها هيبقى اقل من الواحد. انما لو كانت هنا هتبقى عباره عن حاجه بوزيتيف في تي اس، فالحاجه بوزيتيف تي اس هتبقى اكيد اكبر من الايه؟ اكبر من الواحد، اوكي؟ فمعنى كده لازم تكون هنا بره. فبيسكلي الليفت هاف سايد بتاع الاس بلين كله بيماب لليونت سيركل الموجود عندي في الزي بلين.